السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من قناة آية السي تي في، معكم أم ريمان. إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم راح نديروا مع بعض غراتان لوبيا خضراء. كنت درت معكم ديجا دي غراتان تاع لوبيا خضراء، واليوم راح نزيدو نديروا واحد بطريقة مختلفة. هنا واش درت، حكمت المقلة تاعي، حطيت فيها جوج مغارف زيت الزيتون. اللي ما تحبش الزيتون دير الزبدة ولا دير الزيت عادي، هي زيت الزيتون ولا الزبدة تجي مليحة. وحكمت لهنايا اللحم المفروم اللي هو اللحم مرحي كيما نقولو حنايا. ديري لا كونتيتي اللي تحبي نتيا حسب افراد العائله تاعك، ولا غير شويه باش تبنيها. وراني نقلي فيه، لازم تقليه مليح لهنايا، تقليه مليح حتى يطيب كومبليتمون. اون فوا يطيب اللحم تاعي هاوليك، طيبيه قلت لك مليح، زيدي له لهنا قيس 5 حبات ولا 6 تاع الفرماج. واش عليه ما يذوبوش، واش عليه يقعدوا هكذا يا طرف. انا لهنا عندي فرماج فوندو على بهدرتهم هكذا. ومن بعد واش ديري، زيدي حكمي بواطه تاع ياغورت ناتور، واللي عندها لا كريم فريش دير لا كريم فريش. خلطيهم كامل هكذا مع بعض. وطفي النار عليهم لهنايا، ما تخليش النار. نحي الخليط هذاك في كاش ريسيبيون ولا في طبيسي، وزيدي حكمي لهنايا زوج مغارف تاع زيت الزيتون ولا الزبده كيما تحبي، اللي خدمتي بها كملي بها. ولا ديري هكذاك مغرف ونص، ما نكتروش بزاف. حطي ثاني كتوم، كوني قشرتيها ورحيتيها، حطي كمية لاباس بها باسكو اللوبيا تحب مليح التوم. وبداي قلي فيهم هكدايا، زيدي شوية تاع الفلفل الكحل، كيما تقدري تزيدي شوية برك تاع راس الحانوت لهنايا، ولا مقدرتيش مكان ديري غير ما غير الفلفل الكحل. تقلي شويه هكذايا الثوم، ما تخليهاش تتحرق. احكمي المشطو تاعك تكوني طيبتيها من قبل ولا فورتيها، طيبتيها في الماء والملح ولا فورتيها ثاني بالملح في الكساس. حطيها وجمريها لهنايا مليح مليح. هنا زيدي الملح، لا كانت اللوبيا تاعك مسوسه زيدي لها الملح. خليها حتى تشرب مليح التوابل وطيب فيهم، صوطيوها كيما نديرو لوبيا صوطي، ومن بعد نحيها. هاوليك الخليط تاعي الاولاني اللي طيبناه بلا فيون داشي والفرماج. هنايا دوكا زيدي هذه اللوبيا اللي صوطيناها، انا خليتها على نار قليله وخليتها تصوطها غير بالعقل باش تجي بنينه، تشرب كامل هذوك التوابل والثوم. دوك زيدي لهنا زوج حبات بيض، خلطي كامل الخليط تاعك، حطيه في ان ريسيبيون لي يروح للفول وحطيه يتجمر. زيدي له شويه فرماج غافي من الفوق وحطيه يتجمر. ما كاش ما اسهل من هذا الكراتان ويجي بنين ما شاء الله. هادو لي بولات لي هنا تاع الفرماج انا ما دوبتهمش، خليتهم هكذا باش نلقاهم دوكا كي نحطهم لداخل. كي تاكلي اللوبيا تاعك تلقاي الفرماج فيها. هاوليك دوكا حكمي المول اللي تحطي فيه وديريه في الفول يطيب. انا راح نديرو فيها طبيسي، هاوليك درت كميه قليله راح نديرها لهنايا. سيي وتزعي هاد الفرماج هكدايا باش كل مورصو تجبدي تلقى. دوك كيما قلتلك زيدي له شويه تاع فرماج غابي من الفوق، يكون الفور تاعك شاعل حطي
محتاج جمر. الغراتان تاعي راهو طابها وليت، شوفوا كيفاش يخرج ما شاء الله. انا هنا خليته برد شويه، دوك نقسم معاكم المغصو تشوفوا كيفاه جا. غراتان خفيف ظريف وبنين، ما يشدش الوقت بزاف ويجي ما شاء الله. هاوليك شوفوا كيف يخرج، يجي هايل هاد الكغاتان، يجي بنين. هكذا نبدلو شويه اشاك فوا نديرو لهم حاجه، خاصه ندخلو الخضر في هاد الشهر العظيم. ما بقى لي غير نقول لكم لا عجبتكم الوصفه ديروا لي جيم لا فيديو، ابونيو للقناه باش يوصلكم كل جديد تاعنا، بارطاجيوها مع الاصدقاء والاقارب تاعكم، وصحه فطوركم، والى اللقاء في فيديو واحد اخر ان شاء الله.